Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. I'd do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. ليان، نعم. هو انا ليه حاسس انك مخبيه حاجه عليا؟ لا مش مخبيه. اخبي عليك ايه بجد؟ ايوه ما اخبي عليك ايه يعني. ليان بقى شكلك مخبيه حاجه ومش قايله لي، صح؟ مخبي عليك ايه؟ ليان بجد انا مش بهزر، قولي بجد. لا مش مخبي عليك حاجه بجد. ايوه استغفر الله العظيم، قولي بقى بجد، احلفي. مش مهم احلف يعني، بس انا مش مخبيه. شكلي مخبيه. بصي اهو مخبيه بقى، وربنا ما مخبيه، ربنا ما مخبيه حاجه. تمام، بس لو عرفتي مخبيه حاجه هزعل منك على فكره، ومش هكلم يعني هتعصب. لا ما تخافش. طب انا هقعد هحط شويه. ايوه ماشي. اوف اوف بجد اللبس ضيق قوي، هغير بقى اللبس اخيرا. هقفل على نفس الباب، اقفل نفسي على الباب المفتاح عشان محدش يقدر يدخل عليا لما يخبط الاني الاول. ايوه اللبس ده بقى اريح بكتير. اوف اللبس كان بجد ضيق قوي. خد بقى، الحمد لله ان هو ما كشفش امي اساسا. طب يا ترى اقول له؟ لا 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 اسكت يا ليان، ده شيطان، ده شيطان، ما ينفعش اقول له دلوقتي اساسا، او ما ينفعش اقول له اساسا خالص. ايه يا شباب بتعملوا ايه؟ قاعدين والله. طب قوم اتاخر كده اقعد هنا. ماشي وسع. ايه بتتكلموا في ايه؟ ربنا ما نتكلم في حاجه. ايه ده مالك حاسسك زعلان يعني؟ مش زي كل مره، هو طول عمره زعلان. بس يا حاضر، مالك في ايه؟ حاسس ان هي مخبيه عني حاجه. مخبيه عليك ايه يعني؟ معرفش، بس انا حاسس ان هي مخبيه. عادي عادي بتاع احسن. لا انا احيانا بحب احيانا بحس لوسي بتخبيه حاجه عني، بس في الاخر مش مخبيه يعني، فكبر. بس الموضوع شغال، انا حاسس ان هي مخبيه حاجه بس مش قادره اتكلم. لا لا هتخبي عليك ايه يعني؟ كبر. طيب ايه يا ملك؟ قومي العبي. امال ابقى ايه؟ ما انت شايفاها ده نادي حبيبتي؟ لا يعني بتقولي قومي العبي. ماشي، هو ده اللعب بتاعك؟ امال اعمل ايه يا ماما؟ طيب خلاص خلاص على عوزي احسن برضه. قومي العبي مع العيال دي. ماما انا مالي انا كبيره. خلاص خلاص بجد زهقانه. وانا كمان. لا انا دي اللي يعني. اوكي رايحه فين؟ رايحه دقيقة طنط العيال. مين بيخ مين؟ انا ملك. طب ثانيه واحده ثانية واحدة غريبة. خلاص هستنى عادي يعني. قول هنا. لازم البس اي حاجة، لازم البس اي حاجة. ايه مالك عايزة ايه؟ ماما بتقول لك تعالى اقعد. ايه ماما بتقول؟ تقعدي معانا. ماشي انا جاية. مالك حاجة متوترة؟ لا مش متوترة ولا حاجة. طيب تعالي. ايه يا بنتي؟ ليه يعني ما جبتيش تقعدي معانا؟ معلش. في ايه مالك؟ مفيش. مالها دي؟ مالك يا طنط ليان؟ مفيش يا حبيبتي مفيش. انت بتعدلي في هدومك ليه كده؟ في ايه؟ ايوه فعلا انت بتعدلي في هدومك. انت بتحطي ليه بتعدلي بنطلونك كده او بتعدلي اللبس
كأنك يعني استغفر الله مش عايزة تبيني بطنك. ها؟ لا طبعا لا طبعا اكيد يعني لبس ريحني يعني. مالك في ايه؟ قولين كده بعدي عني. ايه ده انت زقتيني كده ليه؟ اسفة. سيبيها سيبيها ماشي. اوف اوف اللبس مضايقني. طب ما تطلعي تغيريه بس حاجة اوسع من كده شوية. لا طبعا ما ينفعش. هو اللي ما ينفعش؟ ما عنديش غيرهم ده كلهم مقاس واحد. انت تخنتي ولا ايه؟ انا لا طبعا. اوف جو حر. ايوه جو حر قوي بجد فعلا جو حر. اوف انا كان عندي شغل ونسيت. طب هتعمل ايه؟ انا هطلع اجيب اللابتوب واشتغل اشتغل احسن. طيب مش يعني نسيته خالص. هو فين هو فين؟ اهو الحمد لله. ايه ده ايه ده ايه الحاجة دي؟ ثانية احط اللابتوب هنا. لا مش ده بتاع الايام ده. ايه ده 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 دستر حمل هو اللي هيجيبه هنا في درج ده. ايه ده شرطتين؟ ايه يعني لين حامل ازاي يعني ازاي؟ انا كنت حاسس انا كنت حاسس. طيب ماشي انتي بتخبي عليا يا لين انتي بتخبي عليا ماشي يا نهاية انتي النهاردة انتي تخبي عليا ان انتي حامل مش قايلالي وربنا ما هسيبك في حالك. ماشي 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 انتي بتعملي فيها كده انا بقى هربيكي هربيكي من اول جديد. اهلك ما يعرفوش يربوكي انا هربيكي. ماشي ماشي. الله الله ايه ده ده النهاردة مش معادي. انا بقى هوريها. حط الطقم ده كده ربنا يربيها. ماشي ماشي ليان. ايه يا ادم في ايه؟ اقعدي. حاضر. شايف الطقم ده؟ ماله؟ دقيقتين خمس دقايق وقالي كده لابساه دلوقتي قدامي. يلا ايه؟ مش عايزه البسه. ومش عايزه تلبسيه ليه ان شاء الله؟ انا مش عايزه البسه. هو مش عايزه تلبسيه ليه؟ الطقم عاجبني عايزك تشوفك عايز اشوفك بيه. ما مش عايزه البسه. ليه؟ هو انت تخينه؟ نعم؟ لا اكيد مش تخينه بس انا مش عايزه البسه. هتلبسيه قدامي؟ يعني هتلبسيه قدامي؟ حاضر. يلا خمس دقايق وليكي لابساه. انا طالع بره. اعمل ايه دلوقتي؟ ده وقع انا وقعت في الفخ. انا هلبس ده يعني بدها تتكذب يعني هعرف ان انا حامل. اعمل ايه دلوقتي يا رب يا رب اللي ساعدني يا رب اعمل ايه؟ انا خايفه قوي بجد خايفه قوي. خلاص انا هلبسه وامر لله يا ربنا يستر. انا دلوقتي لبست يا رب يا رب. انا هعرف هو كده عارف ولا ايه؟ انا مش عارفه هيعرف اكيد هيعرف. خلاص امسحي دموعك عشان ما تشيل انت خايفه من حاجه. خلصتي؟ الله الله ايه؟ وده ايه ده بقى يا استاذه؟ عرفت. ايوه عرفت يا استاذه عرفت. ادم ادم صل على النبي ارجوك. على الله صل وسلم. اهو بتخبي عليا انا وانا اقول ليه؟ شكلك مخبيه حاجه. انا قال لي حاسس ان انت مخبيه حاجه. ادم 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 صل على النبي. ادم ادم ارجوك صل على النبي. تعالي لي. ايدي. انت بتخبي عليا انا انتي بتخبي عليا انا؟ والنبي ما كنتش عايزه اقول لك دلوقتي ما كنتش عايزه اقول لك. ليه بقى؟ سيب شعري. انا بقى مش سايبك في حالك. ادم يا سيب ادم يا سيب شعري يا ادم. قلت لك مش هسيبه. ورب انت بقى ما عرفتي انا اهلك ما عرفوش يربوكي؟ انا بربي. لا انا متربيه احسن تربيه.
انت ما تقدرش تعمل فيا كده. خلاص في ايه يا جماعه؟ يا نهار الاسود انت حامل؟ طب اهدي اهدي. في ايه يا لهوي؟ انت حامل ازاي؟ امسك ابنك ده. ايه ده ازاي؟ يا لهوي يا حامل دي امتى دي؟ ازاي يعني حامل؟ سيبوني بحالي عشان اقسم بالله انا هموتها لكم. لا اخبوني ارجوكوا. في ايه؟ مش فاهمين حاجه. ضايق ضربني من ادم وشدني بشعري. هو انتي حامل؟ انتي حامل؟ يا لهوي دي الدنيا مولعه نار. يا نهار اسود. طب انتي ايه ازاي ما خبيت علينا السنين دي كل الشهور دي؟ انا ما كنتش عايزه اقول له. طب واستعبى؟ لا ارجوك خبوني. تعالي تعالي وسع وكده. لا لا خلاص ابعد يا ادم ابعد ابعد يا جماعه. دي يا جماعه احنا عشان ما ينفعش. وسع وسع يا ادم وسع. تعالوا تعالوا خدوا يا خدوا يا عمر. انت ما ينفعش تعمل ايه. تعالي تعالي سيبوني وعليها اقسم. تعالى بس تعالى بقى تعالى نزلوه تحت يا جماعه نزلوه. امشي يا ابني امشي مش روح مع ابوك. ازاي يعني؟ يا نهار اسود. طب وطي طب يا شتي حامل تعبانه. ليان انت حامل ده كلهم قلت ليناش؟ انا فاهمكم كل حاجة بس اسمعوني ارجوكوا. ده ضربني من انا وشدني بشعري. يا لهوي ما اكيد حقه يا ليان. ده متعصب جدا. انت زي ما تقوليش حاجة زي دي. انت زي حامل ما تقولهوش. ايوه فعلا انت المفروض كنت تقولي له على فكرة. ايوه فعلا المفروض كنت تقولي له. يا جماعة اسمعوني افهموني بقى. طب ايه ده مش انت حامل؟ اقعدي اهدي خالص اهدي وانت بتتكلمي. ايه ده فاهمين ليه مخبيتي عليه او خبيتي علينا كلنا؟ انا فاهمكم من اول البدايه. انا حسيت بشعور تعب غريب قوي. حسيت بدوخه كده. انا بعد جبت ده استلحمه وجربته طلعت حامل بس ما قدرتش اقول حاجه. طب معلش هنقطعك. هو انت حامل في شهر كام؟ نص الرابع. يا لهوي ومخبيه علينا ده كله؟ اسمعني اكمل. كملي كملي. انا لما عرفت انا ما كنتش عايزه اقول لحد وبالذات لادم. وش مالها بقى ادم؟ كنت هتقولي لادم ما تقوليناش. فاهمكم علشان ادم طبعا تعرفين ان هو عنده مرض في القلب فهو اكيد البيبا. فبيقولوا ان لو اي لو انا عندي مرض او هو عنده مرض علاقه بالقلب البيبا هتتاثر او الطفل او الطفل هيتاثر. فانا ما كنتش عايزه اعرفه. انا كنت هستنى البيبا يكبر شويه عشان ابدا انزله. يا لهوي يا نهار اسود. واحنا بنسالك انت ليه مش مستريحه في اللبس واللبس كان واقع ضيق. فهمتوا بقى؟ هو شدني من شعر وضربني بالقلم. انا استحاله مش في الحته دي ابدا. طب ايه دي حبيبتي ايه دي؟ انت برضو تعبانه فالمفروض تستحملي. استحمل هو يضربني بالقلم وانا حامل وشدني مش عالي. طب ايه دي ايه دي ايه؟ هسيبك من الدسه الحمل ده. سيبك مني. طب ايه دي بقى ده دي؟ تعبت تعبت. ايه دي طيب ايه دي؟ ايه دي حبيبتي احنا جنبك وما تخافيش. هو هو اكيد ما يقصدش. هو بس كان مش شايف قدامه. انا عارفه ادم. ادم لما بيتعصب مش بيشوف قدامه. كلنا عارفين شخصيه ادم. عمو ادم يعني. فانت اكيد غصب عنه. بس يضربني بالقلم انا استحاله اسامحه استحاله. طب ايه دي؟ اقعدوها يا جماعه اقعدوها. اقعدي. ايه ده؟ طب عشان البيبي او الطفل او البيبي البنت او الولد متعبش او عشان صحتك برضو. انا تعبت تعبت. طب انت ما تعبتيش مع ايه دكتور لسه؟ لا لسه. يا لهوي يا لهوي يا حرام. طب ليه ما قلت لناش؟ ما قلت لكم. ما هو انت ما كنت لازم تقولي لي عشان تلحقيه او تلحقي الطفل او الطفله. خلاص بقى مالكوش دعوه دلوقتي. انا تعبت تعبت. خلاص اهدي ايه؟ هما الولاد هيتكلموا مع الادم وان شاء الله هو هيجي صبحي. لو جه بس رجلي والله ما وافق. مش الدرجات يعني يا ليان. لا اهدي كده. لا خلاص يا جماعه سيبوها تهدى تهدى. اهدي اهدي حبيبتي اهدي. انا مش عايزه اسمع كلمه. اللي هيتكلم معايا هشنو؟ طب اسمعنا يا ادم اسمعنا. المفروض تسمعنا يا ادم عشان تفهم. هي اكيد مخبيه عليك بسبب معين. انت ازاي تضربها بالقلم اساسا وازاي تشدها من شعرها؟ انت مجنون؟
انت طبعا عارف ان ليلى ملهاش غيرك صح؟ انت دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ بتقولك مخبيه عني وهي حامل، انتوا مش عايزينها تعصب؟ حقك تتعصب بس مش كده. ايوه المفروض كنت تتكلم معاها براحه، ليه خبيتي عليا؟ لا انا ما عنديش براحه. ما هي اكيد هتزعل منك يا ادم، اكيد دلوقتي زمان بتعيط فوق البنات مش عارفه تهديها. اهدوا يا جماعه، ده الشيطان ودخل ما بينكم. ايوه ناس هددتكم والله، حصل والله. من ساعة ما الرجل اللي هو دخل يعاكس عمو طنط ليان والدنيا خربت خالص. سيبوني دلوقتي عشان انا قدامي دلوقتي بيخانق وشي. طب اهدى اهدى عشان خاطري انا بقى. هي متربيتش، انا هعرف اربيها. ادم متربي ليان متربيه يا ادم. هو اولا انا ممكن عذرا يعني ليان عايشه مع باباتها وباباها 10 سنين. انت بتقول ايه؟ حرام عليك برضو. ليان اكيد مش فاهمه حاجات. ليان تربت 10 سنين بس، المفروض تربى طول حياتها، او مش طول حياتها يعني تربى طفولتها. ليان ما عرفتش تعيش بطفولتها. انت بتقول ايه؟ كان عايش مع جوز امها، انت عايز ايه برضو؟ طب ايه بقى تسيبوني دلوقتي عشان مش طايق نفسي؟ طب اهدى اهدى ارجوك اهدى. ليان ما عملتش حاجه على فكره. انا ممكن تكون غلطانه فانا خبيت عليك، بس مش تضربها يا ادم. ايوه تشدها من شعرها. ليان دلوقتي اصلا مستحيل اتكلمك تاني. انت لو بصت رجليها صبع رجلها دي مش هتوافق. ايوه فعلا انت المفروض يا ادم اكيد مخبيه عليك سر حاجه معينه، او سر او مخبيه عليك بسبب معين ما نعرفوش. انت كنت تقول طب ليه خبيتي عليا؟ انت لو مكاني هتعمل كده؟ انت لو مكانك كده هتعملوا كده؟ انا لسه طفل، وانا لسه طفل، وانا متخطبتش اساسا. انا بقول للمتجوزين يعني انتوا دول انا يحصل لكم كده المرات كنت مخبيه عليكم؟ الصراحه لا، الصراحه لا. بيرول هي بس لما كانت حامل في بيرول خلفت خبت عني شهر. لا قتلها ولا ما قتلهاش؟ شهر خبتها عادي ما زعلتش. ايوه دي شهر، لكن انا ممكن تكون مش عارفه يعني ايه شكلها بطنها كبرت. فانا مش عارف شهر 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور، يكون يبدو لك شهر. طب ايه هنعمل ايه برضو؟ يفوت بعضه عني انا مش طايق نفسي. انت مفروض تكون فرحان عشان هيكون عندك بنت اولا. ماشي بس تخبيش عليا. انت اول انا عارف ان انا عندي مرض، والبنت او الولد اللي هيجوا دول هيتأثروا، فاحنا كنا لازم نلحقه، بس احنا مش هنلحقه بعد الشهر التاني. خلاص البيبي هيكون بسببي انا، كل ده بسببي. خلاص يا ادم ايه ده؟ وايه بسببها؟ عشان ما لحقتش تقول. اكيد يا ادم ما كانتش تعرف يا ادم، اكيد ما كانتش تعرف. لا هي لسه صغيره يا ادم، عقلها صغير، خد على قد عقلها. خلاص يا بنات بص، احنا دلوقتي هنطلع بره هنا وهنسيب ليان تريح شويه لان هي برضه تعبانه. احنا اقعد على السرير وريحك عليه حاجه عادي، ودي انت كده وهي دي عياط، واحنا ان شاء الله هنعرف نصلحكم بقى. مش هسامحه قلت لكم انا مش هسامحه. خلاص ماشي ما تسامحوش، بس احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله هنشوف هنحل المشكله. ماشي يلا يا بنات يلا. ايه يا بنات كلمتيها وقلت لها ايه؟ احنا عرفنا ليه خبت على الاستاذ ادم. ايوه ليه خبت عليا؟ اولا عشان هي عارفه ان انت عندك مرض، والبنت ده هيتقصب البيبي تمام. فهي لما عرفت ان هي حامل بالدسته قالت انا مش هخبي على، انا هخبي على الناس واقول لهم مش هقول لحد، ولما البيبي يبدا يكبر شويه هي هتنزله. فهمت ولا ما فهمتش؟ ايوه هي قالت لنا كده. ولا هينزل علينا منك بطريقه احنا ما نشوف كده بجد. انت ازاي تشد من شعرها وتضربها بالقلم؟ ها ايه شفت يا ادم؟ شفت ظلمتها ازاي؟ ايوه ليان ملهاش ذنب في كل حاجه اللي انت بيحصل لك دلوقتي. ازاي يعني؟ ايوه هي ده اللي قالته. يعني انا ظلمتها؟ ايوه ظلمتها ليان. ليان يا ادم انا مش هقول لك ان هي ليان ما تربتش، هي ليان متربيه احسن تربيه، بس هي يعني ما عشتش طفولتها. البنت اتربت 10 سنين بس ما كده ما شافتش اهلها، فمعنى كده اكيد ليان لسه بتعمل حاجات غلط، وهتفضل تعمل حاجات غلط. هي هتتعلم منك انت لما تنصحها، لكن مش تضربها وتزعق لها. كفايه عايشه مع جوز ابوها اللي دمرها ده. طب اهلي دلوقتي انا اعمل ايه؟ روح صالحها يعني، لان هي زعلانه منك زي يا باشا. عدوا كده عدوا، يا رب تسامحني يا رب.
اتفضل. ليان اسكت، انا مش هتسمع منك حرف تاني. انا استحق لا كهربتي تنزل الارض واجي اكلمك انت. ارجوكي اسمعيني، ارجوكي اهدي بس وصلي على النبي، اهدي عني ومش عايزه اكلمك تاني ابدا. انت ما تجيش تكلمني بعد ما عملته فيا. طب ليان انا ارجوك اسمعيني. كفايه كده، ستوب خلاص ستوب. انا بجد تعبت منك وتعبت اعيش معاك، انت اللي بتعمل فيا كده. قول رد معين، قول. يا ليان ارجوك، انت عارف لما بتعصب مش بشوف قدامي، انا بس ضربتك بالغلط. لمش ضربتني شدتني مش انا عايز ارجع اسامحك. تنفوشي لو رجعت لك تاني او كلمتك تاني. انا بجد زهقت وتعبت، انا تعبت، انا كل ده مخبيه لك عشان مصلحتك، وفي الاخر تعمل فيا كده. انا غلطانه وتبتدي غلطانه. انا بجد تعبت منك، انا مش عايزه تتكلم نص حرف تاني، انا مش عايزه اسمع صوتك تاني. انزل تحت ومش عايزه اشوف وشك لاخر النهار النهارده. تمام، اللي قلت اللي خلصته، انا قلت الكلام اللي عندي. فضل كلام لو عايز تقول حاجه وكانك مش بتتكلم اساسا. يا ليان ارجوك وابوس ايدك، ابعد، ما تمسكش ايدي تاني، ابعد عني. طب ارجوك اسمعيني، انا ما كنتش اعرف، البنات هم اللي قالوا لي، انا ما عرفت كده، انا اتصدمت حرفيا. ارجوك ارجوك وافق عشان خاطري، ابعد عني وما تكلمنيش، ابعد عني وما تكلمنيش ابدا. ارجوك اطلع بره وما تعبني، ما تتعبش قلبي، اطلع بره، انا مش عايزه اشوفك تاني بره. مش يا ليان انا هسيبك، بس هرجع وخليك تسامحيني غصب عنك ان شاء الله بره. ماشي، سامحتك ولا لا؟ لا ما سامحتنيش، ما سامحتنيش. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف مش عارف، انا نفسي تسامحني بجد. ادم طب معلش، هو انا عارف ان سؤال بارد وما ينفعش اساله لك دلوقتي، بس ينفع سؤال؟ اخلص، عايز ايه؟ هو انت خدت ادويه؟ ادويه ايه؟ ادويه مرض قلبك. قلت لك انت دلوقتي في ايه ولا في ايه؟ انت دلوقتي ايه في ايه ولا حرام عليك؟ ادم حرام صحتك يا ادم، حتى مهما حصل المفروض اخد الادويه دي. قلت لك سيبني بحلقه عشان مش طايق حد دلوقتي، انت في ايه ولا في ايه؟ حرام عليك يا ادم، نفسك مالكش دعوه بيا وما تكلمنيش ابدا. ادم انت على فكره هتتعب، على فكره انا بقول لك اهو، مالكش دعوه بيا، انا مش عايز حد يكلمني اساسا. خد حضر النص دواء واحد من الادويه بتاعتك، قلت لك مالكش دعوه بيا، انت بتفهم منين؟ انا مش عايز اسمع صوتك، مش عايز اسمع اكلم حد اساسا. طب المفروض قش خلاص. ماشي، يا ربي يا ربي. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ يا رب ساعدني يا رب. يا رب اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ طب روح سامحها يمكن توافق. اروح صالحها. مش هروح مرة، يا رب توافق يا رب. والله اتحسد اقسم بالله. يا فعلا كان احسن من والله اللي عندنا في العيلة. كانوا طيبين جدا والله. هم لسه طيبين بس بس هو قدم بس العصبي شوية. ايوه. وكمان اهم الادويه، انا خايف عليه. وانا ربنا يستر. انت ازاي تخش الباب وانت ازاي تدخل الاوضه من غير ما تخبط؟ ليان ارجوك اسمعيني، انت خلصت الكلام اللي عندك؟ انا عايز اقول الكلام اللي عندي. انا اسف، انا ما كنتش قصدي والله. انا لما بتعصب مش بحس بنفسي بجد، انا لما بتعصب انت عارفه كده كويس، انا لما بتعصب مش بشوف قدامي، مش بحس بنفسي. ارجوك ابوس ايدك وافقي، ابوس ايدك. انا مش عايزك تتكلم تاني، انت بجد شخص بقى. انا تعبت بس من انا تعبت. انا كنت غايبه على مصلحتك وانت طلعت بقى غشيم. انت ازاي كده؟ ارجوكي اسمعيني، ارجوكي هيا انا ارجوكي اسمعيني، ارجوكي ارجوكي اسمعيني. انت ليه؟ انا والله ما كانش قصدي، والله ما كان قصدي. اسكت، امشي اكلمك تاني. ارجوك انا تعبت بجد، انا تعبت وتعبان، انا تعبان بجد ومش قادر اتكلم. ارجوك يوافق، ارجوك قلت لك ما تكلم.
تعبت تعبت. أرجوكي أنا تعبان، أنا مش قادر مش قادر بجد، أنا تعبان.